النهاردة هنتكلم مع بعض عن الجزء الثالث في قصة سيدنا موسى عليه السلام، ومن هنا هنتكلم عن الجزء الجديد في القصة. بيرجع سيدنا موسى عليه السلام على مصر وبيقابل أخوه هارون وبيحكي له كل اللي قابله لحد دلوقتي، اللي حصل معاه في وادي توة، وإن ربنا اختاره إنه يكون نبي مرسل، وإنه طلب من ربنا سبحانه وتعالى إن أخوه هارون يكون معاه في المهمة الصعبة اللي داخلين عليها. وبالفعل بعد ما استقر سيدنا موسى أخذ أخوه هارون وراح على قصر الفرعون وطلب من الجنود إن هو يقابل الفرعون شخصيا، وبالفعل وافق فرعون إنه يقابل سيدنا موسى، وكان بصحبته قارون وهامان. هنا قابله بصفة جديدة غير اللي كانوا بيتقابلوا بيها قبل كده. قبل ما أحكي لك الحكاية بأحداثها وتفاصيلها، وما تنساش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو عشان يوصل لك كل جديد. بالفعل دخل سيدنا موسى واخوه هارون لقصر الفرعون، وبدا سيدنا موسى انه يتكلم مع فرعون وانه يقول له ان في اله واحد مطلق هو اللي خلق الكون ده كله، وطلب منه انه يفك اسر بني اسرائيل من قبضته وقهره، وانه يسيبهم يعبدوا الله وحده لا شريك له حيث شاءوا. فتكبر فرعون في نفسه واستنكر كلام سيدنا موسى، وساله باستنكار: مش انت اللي ربيناه في القصر بتاعي وانعمنا عليه؟ مش انت برضه اللي قتلت المصري وهربت من مصر وجحدت بنعمتنا؟ فرد سيدنا موسى وقال له: نعم انا من فعلت ذلك وكنت من الضالين، وذلك قبل بعثي بالنبوة، وما قدمت لي من احسان فقد قدمته لشخص واحد، وذلك بكل تأكيد لا يعادل مدى الظلم والقهر الذي تتعامل به منذ سنين طويلة مع بني اسرائيل. فقطعه فرعون وقال له: ومن ربه؟ فرد سيدنا موسى بحكمته وقال له: ربي المشرق والمغرب خالق كل شيء. فسخر فرعون من كلام سيدنا موسى وبص لحاشيته وقال لهم: ما علمت لكم من اله غيري. سأل فرعون سيدنا موسى وقال له: اذا كان ربك هو خالق كل شيء، فلماذا عبد الاولون الهة غيره مثل الكواكب والاصنام والنجوم وغيرها من الهة؟ فرد سيدنا موسى وقال له: أما عن القرون الأولى فعلمها عند ربي الذي لا يضل ولا ينسى. فاحتار فرعون مع سيدنا موسى وما كانش عارف يرد يقول له إيه، فراح للسكة السهلة اللي بيروح لها جميع السفهاء. قال فرعون: انت مجنون، ازاي عايزنا نصدق ان في اله خفي غير مجسد على الارض؟ هنا اخرج سيدنا موسى عليه السلام ايده فيشوف الكل انها وضاءة كأنها مصباح، ويلقي سيدنا موسى عصاه فاذا هي ثعبان عظيم يثير الرعب والفزع في النفوس وعلى رأسهم قلب فرعون. وهنا قال فرعون ان اللي عمله موسى ده مش دليل على ان هو نبي، اللي عمله موسى ده ما هو الا سحر مطلق. تحدى فرعون ان لازم يكون ما بينهم مواجهة يوم الزينة، التحدي ده لازم يكون في واضح النهار عشان كل حاجة تبقى باينة على اعين الناس. سيدنا موسى وخرج من القصر بصحبة اخيه، لكن تحدي مع السحرة ويوم الزينة وفي واضح النهار ده شيء مرعب. يوم الزينة ده مخلد لانه كان ضربة بداء صراع بين الطرفين، وفي اليوم الموعود حضر سيدنا موسى عليه السلام وسط الحشود الضخمة. وقف فرعون يتابع الاحداث، لكن قبل اي شيء قال لهم: فرعون هذان الساحران يريدان ان يخرجكما من ارضكما بسحرهم. وبعد كده بص للسحرة وقال لهم: اجمعوا لهم كيدكم، يعني قدموا ليهم اعظم ما عندكم. وفعلا القى السحرة العصي اللي معاهم واذ بها تتحول الى ثعابين صغيرة، او هكذا خيل لهم. وبشدة يقين وايمان بالله يلقي سيدنا موسى عصاه فاذ بها تتحول
الأول إلى ثعبان ضخم يلتقم كل الثعابين الصغيرة في لمح البصر، مشهد عظيم ومرعب. فيتفزع السحرة وتحصل حالة من الهرج والمرج، وفي وسط الفوضى اللي حصل دي يسجد السحرة ويقولوا آمنا برب موسى وهارون. فبصلهم فرعون بكل تكبر وقال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ أكيد ده الكبير بتاع السحرة اللي علمكم السحر. وأمر فرعون بقتلهم وتقطيع رؤوسهم وتعليقها على النخل عشان يكونوا عبرة لأي حد بيفكر إن هو يتبع سيدنا موسى. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. واللي حصل ان بعد يوم الزينة اللي كان المفترض يكون النصر لفرعون وحاشيته، الوضع اتبدل تماما وبدأت دعوة سيدنا موسى ان هي تنتشر وسط العوام. مش بس الدعوة انتشرت وسط العوام، دي دخلت كمان لقصر فرعون، فأمنت ماشطة بنت فرعون اللي ألقاها في زيت مغلي هي وأطفالها. القصة اللي شرحناها مفصلة في حلقة ماشطة بنت فرعون. ومش بس ماشطة بنت فرعون اللي أمنت، ده حتى أسيا زوجة فرعون أمنت بالله وحده لا شريك له. ولما شافت فرعون وهو بيلكي الماشطة في الزيت المغلي قالت له أجرأت على الله؟ وصل بك الجنون إلى هذا الحد؟ حالة من الصدمة الشديدة اللي اتصدمها فرعون، واللي اتضح إن أسيا كمان أمنت بدعوة موسى. ولكن حتى أسيا زوجة فرعون واللي كان بيحبها حب شديد ما سلمتش من أذاه، أول ما عرف إن هي أمنت بدعوة سيدنا موسى ألقاها في الصحراء وأمر الجنود إن هم يحطوا على بطنها صخرة ضخمة ويسيبوها في الحال ده لغاية لما تموت. واللي قالت الدعاء الشهير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. واجتمع فرعون بالحاشية بتاعته وقال لهم زاروني أقتل موسى، يعني بيعوني وسندوني على قتل موسى. وده لأن قتل سيدنا موسى في الوقت ده كان معناه الدخول في صراع مباشر مع بني إسرائيل، ده سياسيا ليه تبعيات وخيمة أهمها عدم الاستقرار. وخلاص الناس بدأت تميل للقرار بتاع فرعون، يظهر راجل وصفه القرآن بمؤمن آل فرعون يتكلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم وإياكم كاذبا فعليه كذبه. يعني أنتوا عايزين تقتلوا راجل لمجرد أن هو بيأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو لو كاذب فعليه كذبه، اما لو هو صادق وانتم ما صدقتوش بيه وما امنتوش بيه هيسيبكم الوعيد اللي هو بيحذركم منه. هنا سكت الكل وبداوا يسمعوه، وده لان الدافع الرئيسي ورا كلامه هو الحرص التام على مصلحه الدوله. الراجل ده لما تقرأ كلامه اللي سردت بالتفاصيل في القرآن الكريم هتعرف انه راجل جبار وكلامه مستندا على أركان الإيمان الصحيحة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
هنا وقبل الاجتماع ده قال فرعون لوزيره هامان: يا هامان اوكد لي على النار طينا لعلي اطلع الى اله موسى، يعني بما ان اله موسى موجود في السماء اعمل لي صرح كبير اطلع فوقيه واشوف اله موسى. ودي كانت اخر محاولة لفرعون يكسب بها معركة خسرانة من الاساس، لانه بيتحدى رب السماوات والارض عشان تبدأ قصة جديدة من الحكاية. في الاول ضرب ارض مصر الزراعية طوفان عظيم غرق المحاصيل وبوظ الاراضي الزراعية، وانتشر بعدها الجراد يأكل من الحبوب والقمح. مزارع مصر اللي كانت مزدهرة اصبحت خراب، وانتشر الامل والحشرات في كل مكان. البلد اللي كانت مزدهرة فجأة اصبحت بقدرة قادر تعم بالخراب. وانشغل فرعون عن امر سيدنا موسى، شغل في تصليح الخراب اللي عم على مصر، وكان في الوقت ده سيدنا موسى في خرائب بني اسرائيل بيعلمهم الايمان والتقوى. لكن بني اسرائيل هم عبر العصور كان في فئة معينة مش مؤمنة بدعوة سيدنا موسى عليه السلام، وبتقول كمان ان كل الخراب اللي حصل وحل على فرعون وقومه ما هو الا مجرد صدفة، وان سيدنا موسى ليس نبي مرسل. حد ما حصلت وسط بني اسرائيل حادثة ضخمة، قارون اللي كان اغنى واحد في الوقت ده واللي كان يعتبر الممول الاول لفرعون ودولته، عز الخراب اللي حل على مصر ده كان بيسكن في قصر فاره واللي كان بيخزن فيه كل كنوزه. فجأة وبدون سابق انذار الارض تتخسف بقارون وبكنوزه وبقصره، في لمح البصر بقاش لقارون وجود على الارض ولا هو ولا كنوزه. الخسف ده كان حادثة عظيمة وقتها بيتناقل على جميع الألسنة. وبعدها انتشر مرض وسط المصريين والأقباط بيخلي أنوفهم تنزل دم، وكأنه بلاء عظيم حل عليهم، وكأنه بنظرة أفقية للموضوع الخراب مش هيمشي أبدا. هنا بيقرر سيدنا موسى عليه السلام وبوحي من ربنا سبحانه وتعالى أنه يلم شمل بني إسرائيل ويهرب بيهم خارج مصر. جمع سيدنا موسى وأخوه هارون شتات بني إسرائيل وأمرهم أن هم يجهزوا أنفسهم لأنهم هيخرجوا من مصر بكرة، وفعلا جمع بني إسرائيل أنفسهم ورحالهم ومشوا ورا سيدنا موسى وسيدنا هارون متجهين شرقا، وبدأت المسيرة في الخروج. لكن الخبر ده وصل لفرعون اللي أمر الجيش فورا أن هو يتجهز وأن هو هيخرج على رأس الجيش. وصل سيدنا موسى قدام البحر وشاف بني إسرائيل الجيش المصري وعلى رأسهم فرعون وهم بيقربوا منهم، فقالوا لسيدنا موسى: إنا لمدركون. خلاص انتهت القصة، فرعون أدركنا هو وجنوده وحيموتنا جميعا. فرد عليهم سيدنا موسى بكل ثبات ويقين وقال لهم: كلا إن معي ربي سيهجين. وهنا ينزل الوحي على سيدنا موسى إنه يضرب البحر بعصاه. فعلا يضرب سيدنا موسى البحر وينشق البحر في حادثة عظيمة ومهيبة، ويصبح البحر على الجنبين كالجبال، ويمر سيدنا موسى هو وسيدنا هارون ومن وراهم بني إسرائيل. بس تخيل منظر فرعون لما شاف مشهد زي ده، ما كانش مصدق نفسه، وبدل ما يؤمر الجنود بالتراجع تقدم هو وجنوده عشان يتبعوا بني إسرائيل. المهم بعد ما مر سيدنا موسى عليه السلام هو وبني إسرائيل انطبق البحر على فرعون وجنوده. قصة سيدنا موسى مع فرعون، يؤمر ربنا البحر ان هو يلفظ جسد فرعون عشان يكون عبرة ليوم القيامة، وتبدأ رحلة جديدة لسيدنا موسى عليه السلام مع بني اسرائيل. ودي اللي هحكيها لك ان شاء الله في الحلقة الجاية بالتفصيل. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. ربنا يا رب ينفعنا باللي احنا بنسمعه وينفعنا باللي احنا بنعرفه. بشكر كل اخواتي والناس المحترمين جدا اللي عندي اللي بتقول لي كلام طيب. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.